ورشة الإطفاء حاليا هي من أقوى الورش في المنطقة بالخليج. نعم. يعني للعلم يمكن الدولة الوحيدة اللي عندها ورشة للإطفاء الكويت، باقي دول الخليج ما عندهم. نعم. حتى لما يجون الكويت فيشوفون عندنا ورشة بهالإمكانيات يستغربون، ينصدمون. صح. شلون عندكم ورشة؟ والورشة مو بس إني أنا قاعد أسوي عملية صيانة، قاعد أصنع آليات. الله. يمكن شفتوا بالصور الآليات اللي شفتوها، هذه مصنعة. هذه الآليات كانت بالسكراب. نعم. سحبناها فكنا نصنعها. تفكير جيد. ليش وصلنا للمرحلة هذه؟ يمكن في نقطة جدا مهمة حاول أنوعها. يمكن أيام الغزو عانينا من الموضوع هذا. أيام الغزو اللي حصل أغلب العمالة اللي كانت تداوم في مجمع الورش في الإدارة عمل أطفاء كانوا أغلبهم أجانب. نعم. فلما صار الغزو راحوا. فالإدارة عانت ذاك الوقت، كان القطاعين اللي كانوا مداومين أيام الغزو كانت الإدارة العامة للأطفاء مع وزارة الصحة. يمكن هم القطاعين، وإحنا كنا ناخذ دور الدور الكامل طبعا، الإنقاذ والإطفاء والماي. نعم. والأكل والحق اللي كانوا بالديرة. فعانينا من هذا الموضوع أنه ما في عمالة، لأن العمالة الأجنبية راحت، فكل آليات اللي كانت توقف فما كان عندنا القدرة نصلحها. فهذه كانت بالنسبة لنا عبرة، لأن بحكم أن الإدارة عامة أطفاء إدارة وطوارئ وأزمات، لأن وارد الحين لا قدر الله أن إذا انتشر الفيروس أن الأجانب راح يروحون. صح. وإذا راحوا الأجانب معناته أني أنا ما أقدر أسوي الصيانة حق آلياتي، معنى الآليات راح توقف. صح. ما عندي قدرة أني راح أنقذ البشر أو أني أدي المهام اللي علي. فهذه النقطة كانت جدا مهمة، استغلتوها عندنا، فأخذناها بعين الاعتبار. وبالفعل الخطة تبلشت معانا من قبل تقريبا حدود 5 سنوات، على أن يكون عندنا ورشة متكاملة. الورشة هذه لها القدرة أنها تسوي عملية صيانة، ولها القدرة أنها تجدد الآليات، ولها القدرة أنها تصنع آليات. والحمد لله يمكن خلال 2 سنين اللي طافوا قدرنا نصنع آليات، ويمكن حتى الشركات الأجنبية انبهرت من الآليات. يمكن بصور شفت يمكن آليتين انتاجنا. نعم. والميزة الحلوة ان هذه الآليات اللي قاعد نصنعها لاحتياجنا احنا، عشنا يعني احنا مع المكافحة، نحضر معاهم، عشت اللحظة في هذا الوقت وحبيت تطبق هذا الموضوع، نعرف شنو احتياجهم. نعم. فعشان كذي سوينا هذه الآليات اللي توالم الأرض، اللي مثل الوضع العام اللي عندنا طبيعي. توالم الإطفائيين والقدرات مالتهم، توالم طبيعة المناطق اللي عندنا. فالحمد لله رب العالمين، وأسسنا وصار عندنا طاقم كويتي، واللي قاعد يشوفه هذا كان إنتاج مهندسين شباب كويتيين قواكم الله بالكامل. ويعني حتى التصميم بالاوتوكاد والسوليد وورك والمكاين اللي عندنا سي ان سي متطوره جدا على الكمبيوتر، القص الحديد يعني ما شاء الله من بدايه التصنيع الى نهايته واستخداماته وجميع الامور كلها بايادي كويتيه. ايادي كويتيه. نعم. وهذا كان هدف من اهدافنا، وان شاء الله لي قدام، يعني لي قدام ان شاء الله خلال 2 سنين اللي جايين نوصل ان يمكن ما نحتاج نورد آليات من برا، ان احنا نقدر نصنع آليات حق الكويت ونوفر على المال العام. نعم. يعني ابسط شيء، الآلية الوحدة البام قيمته بحدود 220 ألف دينار. نعم. السلم يعني يوصل قيمته. نعم. 500 ألف.